جولة على أبرز المواعيد السقفية والفنية واحتفالا بعيد الاستقلال بيدعي مركز الصفد الثقافي برعاية قائد الجيش العماد جان أهواجي إلى حفل بعنوان أطفال شهداء الجيش يغنون الاستقلال بمشاركة نحو 30 طفل من شهداء الجيش وبيحيي الأمسية الفنان سعد رمضان. الموعد نهار الجمعة 18 الشهر بالمركز بطرابلس. واللي هو حبي سحرني بعيونه سحرني بعيونه على هذا الزين ما نصبر لا لا ولا نقدر نعيش من دونه نعيش من دونه غيته أنا من قلبي واللي هو حبي سحرني بعيونه سحرني بعيونه ألاقي زيك فين يا علي عمل مسرحي سبق وشهدناه على خشبات المسرح وأواخر الشهر الحالي رح نرجع نشوفه لمدة 4 أيام. العمل بيتناول قصة فلسطينية حقيقية بتخبرها وبتسردها صاحبة القصة الممثلة رائدة طه ومن إخراج لينا أبيض. والعروض بيعود ريعة لعمل المؤسسة غسان كنفاني الثقافية من 24 ل 28 شهر بدار النمر كليموسو الساعة 8 المساء. نزلونا هيك وحطونا قدامه. بعرفوا هذا كان يجي عند علي أبوي بالبيت. ابني قالت لي اسمه أبو عمار. تعالي يا أمامي. حملنا إحنا الثلاثة وحطنا على حضنا وصار يبوز فينا. أنتو دلوقتي بدعوة من الجمعية اللبنانية للتوحد عاشا خيري بيحيي الفنان ماتشو خضر بفيلا سرسو ب 17 الشهر الساعة 8 المساء. أمسية واحدة بكازينو لبنان بتجمع أسماء فنية مع الفنانة اليونانية ألكساندرا كارافاس، الموسيقى شرب الروحانة وجوقة القديسة رفقة بقيادة الأخت مارانا سعد يوم السبت المقبل 19 الشهر الساعة 8:30 المساء. هالأمسية اللي رح نشهدها بكازينو لبنان هي بدعوة من مؤسسة شرفان وأكيد ريع الحفل بعود لها. أيضا متابعين معكم وللسنة الثالثة على التوالي أو ضمن برنامج زكي نصيف الموسيقى يلي بتنظمه الجامعة الأمريكية ببيروت موعد مع الفنانة مي نصر وفرقتها يوم السبت 23 شهر بحرم الجامعة الساعة 8 المساء. للسنة الثالثة على التوالي بيعود نشاط وان لبنان، الحدث يلي بيجمع عدد من النجوم اللبنانيين تحت شعار ليبقى الاستقلال عيد، ومن أبرز المشاركين آلين لحود، زياد برجي، غسان الرحباني، ناجي القسطى وغيرهم. الموعد ب 21 أو ب 25 شهر الساعة 8:30 المساء بالبيال، واليوم رح نلقي الضوء أكثر على هالحدث بضيف وبنحكي مفصلا عنه.
هيدا اذا كانت جوله سريعه على اقرب المواعيد. بنرجع لعندك جوال لحتى نشوف حركه السير لليوم. المعاون رؤوف ابو العز من غرفه العمليات المشتركه بهيئه اداره السير، معه بنعرف اكثر كيف احوال الطرقات لليوم بدايه اسبوع. مرحبا. صباح الخير يا هلا. كيفك؟ الحمد لله ماشي. عجقه على الطريق ايه؟ يعني لا اجمالا الحركه الصباحيه مثل كل نهار تاني كالمعتاد. صحيح. تفضل. يعني حركه المرور الصباحيه لليوم ناشطه الى كثيفه، وخاصه على مداخل العاصمه اللي عم تشهد فيها اللي عم بيشهد فيها المدخل الشمالي حركه سير ناشطه على اوتوستراد جوني حتى نفق نهر الكلب. اوكي. بترجع تكمل حركه سير كثيفه من دبي باتجاه النقاش انت الياس تباعا حتى الدوره الكارنتينا. نعم. بالنسبه لبوليفار سن الفيل عم بيشهد حركه سير ناشطه من نهر الموت باتجاه اشارات جديد الاتحاد خباز، وكثيفه من الصالومه باتجاه الحايك نزولا حتى جسر الواطي. المدخل الجنوبي للعاصمه في حركه سير كثيفه على اوتوستراد الناعمه باتجاه خلدي حتى انفاخ المطار، كذلك خلدي الاوزاعي. اما المدخل الشرقي عم بيشهد حركه سير ناشطه من كواع عريا نزولا باتجاه الجمهور، كذلك الامر بالنسبه لمحور الحدث جاليري سمعان شيفروليه. اوكي. اما بالنسبه لضمن شوارع العاصمه عم بتكون حركه السير كثيفه من المدينه الرياضيه باتجاه جسر الكولا حتى نفق سليم سلام، وحركه نعم. سير كثيفه على اوتوستراد الياس الهراوي جسر العدليه باتجاه ساسين الاشرفيه، واخيرا حركه سير كثيفه من تقاطع عمر بيهم باتجاه بشاره الخوري تباعا حتى وسط العاصمه. أوكي. اجمالا هيدا فيما خص السير لليوم. والحوادث؟ اما بالنسبه للحوادث تسجل خلال 24 ساعه الماضيه 8 حوادث نتج عنهم 12 جريح. الحمد لله على السلامه، بنتمنى له يقوموا بالسلامه. اوكي. مخالفات سرعه الرادار؟ مخالفات الرادار 1033 مخالفه سرعه زائده. اكيد بنطلب من السائقين التروي والحذر اثناء القياده مع وضع حزام الامان وعدم تجاوز السرعه المحدده على الطرقات. اوكي. شكرا لك، نحن نشكر مداخلتك لليوم، واكيد بنحكيكم بكره. يعطيكم الف عافيه. بريك جديد نرجع من بعده الاخبار. صباح، خليكم معنا.